هنحتاج خيار مكعبات، تمام، حوالي كده ربع كيلو من كل نوع من الخضار، ربع كيلو خيار مكعبات، ربع كيلو طماطم، ربع كيلو فلفل رومي، كله متقطع التقطيع قريبة من بعضها علشان تبقى متناسقة. هنحتاج كمان بصلاية متقطعة جوانح، واحدة كابوتشا، فين الكابوتشا الأوراق، ونص كوباية من الزيتون الأسود، تمام، وجبنة تلاجة متقطعة مكعبات. بس كده دي مقادير السلطه بتاعتنا. اما الدريسنج بتاعنا او التتبيله بتاعت السلطه هتكون عباره عن معلقه كبيره من الريحان المفروم، نعناع فريش كده يتفرم، عندنا كمان معلقه كبيره من عصير الليمون، هنحتاج كمان معلقتين كبار من المايونيز، ومعلقتين كبار من الزيت، معلقه كبيره من المستردة، معلقه كبيره من العسل الابيض، ملح وفلفل اسود. بس كده زي اي سلطه هنعمل ميكس للخضار مع بعضه، وبعدين نعمل الدريسنج مع بعضه ونحطهم بعد كده على بعض. هناخد كده شويه من الاوراق الكابوتشا، نقطعها بايدينا بالشكل ده، تمام، وتعالوا بينا بقى نحط الفلفل، عندنا فلفل اصفر، ممكن نحط ميكس من الفلفل اصفر واخضر واحمر، وهنحط الخيار، نحط كمان الطماطم، وادي البصل، يفضل في السلطة البصل الأحمر، وكمان عندي الزيتون الأسود. كده حطيت الخضار كله مع بعضه، تعالوا بينا نقلبه مع بعض. ألوان السلطة خطيرة، متنوعة كده وشكلها لذيذ جدا. كده زي ما انتم شايفين حلو قوي. حاسه ان الطبق ده هيبقى صغير، نجيب حاجه كده واسعه شويه، فممكن ناخد ايه، حاسه ان يلا تعالوا بينا بقى نحط كده اوراق من الكابوتشا، ونحط كده نوزعهم، بصوا بالشكل ده هايل. خلاص نبتدي نفضي بقى السلطة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الطبق ما طلعش صغير ولا حاجة. بالشكل ده. الالوان تفتح النفس، وعلى فكره كل ما السلطه الوانها كترت كل ما كانت فايدتها كبيره جدا. شايفين الجمال؟ تحفه، ظبطنا الدنيا. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ يلا بينا بقى نعمل الدريسنج عشان نحطه عليها، وبعد كده نزين بيه الجبنه. هجيب طبق صغير محكوم كده. لا لا لا، يلا بينا، اعتقد ده كويس. هبتدي انزل بقى المكونات بتاعتنا بتاعه الدريسنج. عندنا ايه؟ عندنا مايونيز، مستردة، ليمون، وعندي كمان معلقه عسل، ما ننساش الملح، ونراعي الجبنة، رشة فلفل بسيطة. المكونات بقى دي نقلبها مع بعض كويس، ممكن ندي بالشوكة أفضل.
دريسنج حلو جدا جدا، هيدي طعم لطيف قوي قوي للسلطه بتاعتنا. فاضل معانا نحط ايه بقى؟ نحط زيت ونحط كمان الريحان. بعد كده انا فكيت التكتلات اللي موجوده، وال بصوا الدريسنج بقى عامل ازاي، كريمي جدا. يلا بينا نحط بقى معلقتين زيت، ولو زيت زيتون يبقى افضل. نقلب ونضيف بقى ايه الريحان ونوزع. نحط شويه ريحان هنا، ولا احلى من كده. بجد دريسنج خطير. هايل. تعالوا بينا بقى نوزع كده الجبنة. يفضل تكون جبنة تتحمل معانا وتبقى متقطعة مكعبات ومش مهرية، عشان يبقى شكلها حلو في السلطة. شايفين الجمال؟ الطبق كده بيتحدث عن نفسه. فطار، فطار، عشاء، لذيذ جدا جدا بصراحة. وجبة متكاملة، عايزة بس ايه، عيش وانتهى الموضوع على كده.